في العادة لا تتجرأ الفهود على مطاردة قرود البابون في وضح النهار، لكن أنثى الفهد هاته ستكسر القاعدة. تبدو القردة غافلة تماماً عن التهديد الوشيك. الآن أصبحت أنثى الفهد في مكان مكشوف، لكن بشكل لا يصدق لم ينتبه لوجودها أحد بعد. تتقدم بخطى ثابتة نحو الهدف. طريدة صغيرة، لكن الانتصار كبير، فهي على الأقل أمنت وليمة للأشبال.